قانون 8/2010 أنا أعلم تماما. هناك أمور طبعا صار له أكثر من 13 سنة الآن، صدر ب 2010 في تاريخ 21/2/2010 والآن مضى له 13 سنة، يحتاج إلى تطوير وتطوير القوانين والاحتياجات. إن احتياجاتنا قبل 13-14 سنة ليست الاحتياجات الآن، الآن أصبحت الاحتياجات أكثر ومتنوعة، وإن شاء الله إذا وصولي إلى قبة عبد الله السالم بإذن الله سأطالب بتعديل هذه القوانين وتكييفها لذوي الإعاقة بما يناسبهم إن شاء الله. لا مستوى العالم للأسف أنا مو متابع أمانة، يعني أمانة أكون صريح معك، ما لكن على مستوى الكويت إن شاء الله أني أؤكد حق ذوي الإعاقة البصرية، لأن فترة طويلة جدا جدا ممكن أكثر من 30-40 سنة لم يتم ترشيح أحد من المكوفين، لا أعلم لماذا ولكن علمت داخل لما هذا، وأترك القرار للجنة إن شاء الله في بث القرار بإذن الله، وراح يكون بالموافقة بإذن الله بترشيحي بإذن الله. قد يكون بحل مؤقت، يعني الكوتا ما تكون دائما، لأن الكوتا قد تؤدي إلى وصول ناس معينة وفترات طويلة، والكويت تحتاج إلى وجوه جديدة وجوه شبابية تعطي دائما بالعطاءات والإبداعات لها. يمكن أكثر مثال للأسف، يعني أنا لا يعني لا أنحاز أحد للأحد، أنا بالعكس أنا حيادي مع المعاقين ككل، أنا مع ككل الإعاقات كلهم معهم، أنا معهم وأطالب بحقوقهم، لكن أحيانا يصير الكوتا هذه تخصص حق ناس معينة، وهذا لا يعني أنا ما أفضله بصراحة. بالتأكيد أكيد لا، أكيد لا، إذا أنا لم أصل ما لن أستطيع أن أوصل لصوتهم، لكن إذا وصلت بإذن الله مثل ما قلت قبل شوي سأحدث التغيير، حتى التغيير سيشعر به ويراه خارج الكويت مو داخل الكويت، سأعكس الوجه الحضاري لمجلس الأمة بإذن الله، وأحدث تغييرات جذرية في المجلس إن وصلت بإذن الله ولنت على عضوية مجلس الأمة بإذن الله.